تعليم من الملفات الهامة اللي بتشغل كل أسرة مصرية، وخصوصا موضوع بقى رابعة ابتدائي. وسمعنا إن هيبقى فيه تغيير لمناهج رابعة ابتدائي. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت إنه هيتم الإعلان عن تفاصيل تعديلات مناهج الصف الرابع الابتدائي، وده قبل بدء العام الدراسي الجديد. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت إنه جاري إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد اللي هو 22-23 إن شاء الله، وهيتناسب ده مع الخطة الزمنية بما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم، وده بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية. بالتأكيد يعني خبر يهم العديد من الأهالي، وخصوصا اللي عندهم أطفال وسنة رابعة ابتدائي، ويمكن سنة رابعة ابتدائي من السنوات اللي كانت بتاخد العديد من الأخبار، وكنا نركز معاها مع حضراتكم لأن كان فيه العديد من التغييرات وخصوصا في موضوع المناهج والامتحانات وما إلى ذلك. فإحنا بنتكلم على تغيير هيبقى مش تغيير شامل، لأن هو هيبقى منهج آخر، لكن بنتكلم على التركيز على المفاهيم الكبرى، أن الطفل الصغير يعرف إيه اللي مطلوب من المنهج بدون تطويل وبدون مساحات كبرى، علشان طبعا دول لسه أطفال، لكن في نفس الوقت المادة التعليمية اللي مطلوبة هتوصل لهم بإذن الله.